الراديو 90-90 هواها مصري. يا مساء الفل والسعادة لكل مستمع الراديو 90-90 هواها مصري. كل حد وتلات قد المقام، بكون معاكم بسنت بكر، بنحكي عن صناعة الغنوة الرايقة الطعمة في تاريخ مصر وذاكرتها الموسيقية، الملفات والأفكار الموسيقية اللي من خلالها بنستعرض جزء كبير من تاريخ وإبداع بلدنا الجميلة من أغانيها طبعا. يعني بما أننا في قد المقام والمدة 4 حلقات فاتوا مشينا مشوار إبداع الموسيقار كمال الطويل، نبتدي النهاردة بقى ملف جديد قد المقام وقدود للشاعر كما وصفوه بالجواهرجي الفكهاني، شاعر الألف غنوة وما يزيد، مرسي جميل عزيز. من وصفه بتتكلم في صناعة ألف غنوة، فيا رب يقدرنا ونستعرض مع بعض ولو يعني أجزاء بسيطة من هذا النجاح والإبداع الموسيقي والكلمات المصرية الصميمة والمنتج الفني اللي قد المقام وقدود. 199 هو رقم الرسائل، 2-18-10-866 هو رقم التليفون، وصفحتنا على الفيسبوك هي الراديو 90-90، سيبولي الكومنتس بتاعتكم هقراها طبعا، يعني يمكن اللينك الجاي مثلا ولا اللي بعته. قد المقام، مقامنا النهاردة لصاحب المقام العادي الجواهرجي صاحب الألف غنوة شاعر مرسي جميل عزيز. سريعا كده علشان لو لسه أول مرة حد يسمع عن هذا الشاعر العبقري، احنا بنتكلم في شاعر الألف غنوة وما يزيد. قلنا في الانترو أو في المقدمة أنه اتسمى بالجواهرجي واتسمى بالفكهاني. بص بقى، مرسي جميل عزيز شرقاوي، حيث أن الشرقاوية من الكرم عزم القطر، فأبوه كان بيشتغل تاجر للفاكهة، والحقيقة أبوه كان له دور في تشكيل وجدان مرسي جميل عزيز أو ابنه بقى الصغير في الوقت ده في اهتماماته الأدبية والفنية، سمعه مزيكا ويسمعه أدوار ويسمعه تقطيق ويجيب له كتب شعر وكتب بيرم التونسي. فالولد اللي هو مرسي جميل عزيز الصغير تربى ونشأ على أنه يقرأ المعلقات السبعة الكاملة، يقرأ قرآن كريم، يقرأ أدب، يعني فنشأ في هذه البيئة. وبما أنه باباه كان تاجر للفاكهة، هو نفسه كمان اشتغل في بداياته تاجر فاكهة، فهو كمان بيقول أنه تأثر بنداءات الباعة الجائلين على الفاكهة وبالأغاني الشعبية واستوعبها قوي. بص، هو بيحب بيرم حيث الشعبي والمفردات البسيطة ونداءات الباعة، يعني أنتوا عارفين الواحد لما بيسمع نداء الباعة في الشارع، يعني حد كده معدي مثلا بعربية فول ولا عربية بليلة ولا بشوية طماطم، والنبي صوتهم حلو قوي. مرسي جميل عزيز كتب أول قصيدة شعرية يا جماعة وهو عنده 12 سنة في رثاء أستاذه، أو رثاء بقى نطلع كده يعني الرثاء. و39 عمل أول غنوة مع رياض الصنباطي كان اسمها الفراشة، وبعدين عمل لعبد العزيز محمود يا مزوق يا ورد في عود، والعود استوى والكحل في عينيك السود جلاب الهوى، يمكن غنوة نادرة. قالك يا مزوق يا ورد في عود والعود استوى والكحل في عينيك السود جلاب الهوى. الغنوة دي غناها الأستاذ عبد العزيز محمود في فيلم ست البيت للست نعيمة عاكف سنة 49، وكتبها طبعا صاحب مقامنا النهاردة الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز. على صفحتنا على الفيسبوك سايبين لكم سؤال عن الثلاثية، أو سموها الثلاثية مرسي جميل عزيز للست أم كلثوم. هو كتب لها، بص بقى يا عم، سيرة الحب، فات الميعاد، ألف ليلة وليلة، والثلاثة لحنهم بليغ حمدي، وطبعا مع عبد الحليم بقى كمان حدث ولا حرج. الحلقة الجاية نعملها كلها شغل مرسي جميل عزيز كلماته لعبد الحليم. عايزين تسمعوا، احنا سمعنا ألف ليلة وليلة، لكن معنا تراك موسيقى سيرة الحب وتراك موسيقى فات المعاد، وفات المعاد فيه سولو لصوت آلة الساكسفون. مين اللي كان بيلعب السولو ده؟ ده سؤالنا، جاوبوني وعايزين تسمعوا معانا ايه. سريعا ارجع تاني للزقازيق، يعني انا بحب الزقازيق واهل الزقازيق وبسلم على كل الشرقية. مرسي جميل عزيز خد ثانوية العامة بتاعته من هناك ودخل كلية الحقوق، وبقى عضو ورئيس لعدة جامعات بقى شعر واداب وفنون وتصوير وموسيقى وتمثيل وفريق رحلات، ودرس بقى كمان لغة عربية وشعر وادب والتراث العربي الحديث والقديم والادب العالمي واصول ونظريات. بص، الناس شغالة على نفسها، ودخل كمان ايه بقى يا عم، معهد السينما
وكان الأول على دفعته في قسم السيناريو، وألف أغاني ل 25 فيلم بدأها بمبروك عليكي سنة 49 وختمها بمولد يا دنيا 76. في شوية أغاني مولد يا دنيا دي يعني بصراحة بعتلي عايزين تسمعوا تخنوه، هي برضو كلمات مرسي جميل عزيز. طيب نسمعها ونكمل. 91.9 رقم الرسائل، 2.18 رقم التليفون، وبنتكلم عن الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز. وبما انكم كتبت طلبتوا ألف ليلة وليلة، عايز احكي لكم سريعا انه الشاعر مرسي جميل عزيز مش بس كتب ألف ليلة وليلة لست ام كلثوم، كمان كتب فات المعاد، وكمان كتب سيرة الحب. يعني ثلاثية مرسي جميل عزيز مع ست ام كلثوم. انا محضر لكم تراك لسيرة الحب عظيم، لكن بسألكم كمان سؤال. فات المعاد، ركزوا معايا كده، فات المعاد اللي من ألحان بليغ برضو، المقدمة كان فيها سولو لآلة الساكسفون، مين هذا العازف؟ هو راجل أسمراني كده وحليوة، وعمل كده شريط كاسيت في التسعينيات وبالآلة دي، وعمل إعادة لتوزيعات الأغاني اللي اشترك فيها أو اللي حتى ما اشتركش فيها. الراجل يعني الصراحة ساب لنا إرث موسيقي جامد. أحكي لكم حكاية ألف ليلة وليلة. الأستاذ مجدي مرسي جميل عزيز، ابن الأستاذ مرسي جميل عزيز، قال إن الغنوة دي تعد أسرع غنوة عملتها أم كلثوم، اتألفت واتلحنت وبروفات في أقل من شهر. ست أم كلثوم كانت راجعة من حفلة السودان في يناير 69، وكانت لسه بتحضر اسأل روحك مع الموجي، وحصل مشكلة بينها وبين الموجي، فبليغ ومرسي جميل عزيز كانوا محضرين الغنوة، فقالت خلاص أنا هركن اسأل روحك دلوقتي وهناخد نشتغل ألف ليلة وليلة. في سيرة الحب مرسي جميل عزيز له جمل يا جماعة موجودة النهاردة على السوشيال ميديا، يعني الواحد ساعات يقراها في بوست كده موجودة عند الأصدقاء، وعايزنا نرجع زي زمان. قول للزمان ارجع يا زمان، ده مقطع من غنوة فات المعاد اللي اتعملت سنة 67، أكدب عليك لو قلت بحبك لسه أكدب عليك، وردة تخونوه عمر ما خانكوا سمعناها يعني، ولا العيب فيكم يا في حبايبكم، أما الحب روحي عليه يا وعدي عليه، يعني فيش كده، يعني هو حقيقي مفيش كده. كنت بسألكم على مين السوليست اللي موجود في مقدمة فات المعاد على آلة الساكسفون. طبعا على صفحتنا وعلى الرسائل الناس كلها عرفت طبعا الأستاذ سمير سرور. وسمير سرور كان أول مرة يشتغل مع ست أم كلثوم كان بسبب بليغ حمدي، ودي حكاية هنبقى نحكيها في موضع. إحنا هنكمل الأستاذ مرسي جميل عزيز، هسمعكم طبعا مقدمة فات المعاد، وطبعا كتير قوي من أصدقائنا طالبين أغاني لعبد الحليم. الحلقة الجاية ثلاثة إن شاء الله هنعمل حلقة كاملة عن شغل مرسي جميل عزيز مع عبد الحليم، لأن أنت عندك بقى نار يا حبيبي نار وبلاش العتاب والحلوة، يعني هحاول أشغل لكم معظم أغانيه. بس أنا زي ما قلت لكم في أول الحلقة أو طول الحلقة، مرسي جميل عزيز هو صاحب الألف غنوة وما يزيد.